نسير إلى المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول في ثاني انطلاقاتنا الشوط الثاني الذي يعلن هذا الانطلاق ويحمل أيضا انطلاق لبكار المهجنات إلى صايل مساره 5 كيلومترات، ومنافسة تبدأ بنوعية أخرى، نوعيات فاخرة تظهر على أرضية هذا الميدان. نسير هنا بالتسلسل بالأرقام والمراكز، نتابع المتقدمات في بداية هذا الشوط وانطلاقه. المركز الأول هي الغزيل على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن مفاوضة وصلت إلى المركز الأول وانطلقت إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الذي قادها إلى المركز الأول. المركز الثاني قناعة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث تعود لغزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الرابع هناك دخول لغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير يضمرها، وهنا على المركز الرابع هي الصايحة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. انتقل للمركز الخامس حيث تواصلت الغزيل في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما المركز السادس هنا في هذه الانطلاقة وحيشة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في تضميرها. المركز السابع نعود مع المركز السابع وهي بشاير على المركز السابع لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان وصادق بن فضل الأمين على المركز السابع. المركز الثامن زعفرانة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بن عرطي الحميري يضمرها، والمركز التاسع تتواصل انطلاقة العزوم لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان ناجم بن علي الغيلاني يضمرها، والمركز العاشر هناك هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. أسماؤنا هنا متواجدة، انطلاقاتنا متواصلة، تحديات هذه الأشواط. يا سلام، بدأنا وانتقلنا وعدنا من المركز العاشر لنتابع ما تم من تغيير وما تم من تبديل وما تم من تحرك ودفع ذاتي للمشاركين. الغويصية غاصت في أعماق هذا الشوط من بدايته، هنا تعبر عن تواجدها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. العمليات والمسح الميداني مع قائد العمليات هنا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثاني انتقل إلى مفاوضة وكل شيء يحتاج إلى التفاوض والسلام. ما شاء الله وتبارك الله، هي مفاوضة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. المحنك ظاهر بظهور متميز في انطلاقات هذه الرياضة اعتبارا من البداية الأولى لهذا الموسم. المركز الثالث تواصلت هنا وحيشة في المركز الثالث لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي، ولكن هناك قناعة قناعة قناعة، لا تقنع إلا بالصدارة ولا ترضى إلا بالصدارة. بديلا هناك في المقدمة لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. المركز الخامس متواجد أيضا في تحديات السائحة في المركز الخامس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير أيضا، بينما المركز السادس الغزيل هنا تتغزل في هذه المقدمة وتواصل أيضا انطلاقاتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، وهنا دخول الانطلاق القادم من اندفاعة بشاير لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف النهيان وصادق بن فضل الأمين. هذه السباعية التي تقود هذه الانطلاقة، وشوف المنظر ما شاء الله، قافلة من قوافل التحديات والإثارة والمنافسة في رياضتنا العربية الأصيلة تقودها هناك صاحبة المركز الأول الغويصية الباحثة عن أعماق هذا الشوط. ماذا يضم أيضا هناك من ندر في انطلاقته ومن درر تسير على هذا الشوط تحمل الجديد. المركز الثاني مفاوضة على المركز الثاني، والمفاوضات مستمرة للتبادل إلى المركز الأول وانطلاقها، وبالفعل بالفعل هنا التجاوز لحظات التي نجحت فيها مفاوضات المركز الأول. سلام يا المحنك،
قيادة ما شاء الله متميزة. هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. وأذكركم 1200 للتذكير للمضمرين فقط المتابعين، حاملي الأجهزة ومتابعي اللحظات، حاسبي الأمتار، هنا من يتابعون. المركز الثاني لغويصية لا زالت أيضا في رحلة البحث المستمر والقناعة. هناك لغويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، وقناعة في المركز الثالث تنافس على الصدارة في هذا الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الله، تغيرت الأرقام، تبدلت المراكز، لعبة الكراسي الموسيقية بدأت تدق هنا أبوابها مع اللحظات الأخيرة. الله، السايحة 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 تصدرت وانطلقت وجاءت بكل قوة في هذه الانطلاقة. يا سلام، أطلقت العنان، أطلقها الواثق ما شاء الله وتبارك الله. السايحة طارت إلى المقدمة والصدارة بانفراد، محاولة الابتعاد بهذا المركز الهام، المركز الأول الرقم واحد. هي السايحة على المركز الأول لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير الواثق ما شاء الله، عازم على الانتصار وعلى تحقيق فوزه الثاني، وواثق من قدراتي السايحة بهذا الشكل الجميل. أتوقع أنها سجلت الإنجاز، دونت الإنجاز. دون يا من تتابع هنا على الشاشة ويا من تتابع هنا، دون هنا المركز الأول في الشوط الثاني، شوط الإبكار. المهجنات يذهب إلى العاصفة، تهانينا والناموس إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهنئتنا لك حمد بن راشد بن غدير، مشكور على هذا الأداء الواثق. الغزير في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث قناعة لهجن العاصفة. المركز الرابع وحيشة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، والمركز الخامس آل غويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. الله الله يا هذه الأسماء، السايحة 7 دقائق 39 ثانية وجزئين من الثانية ما شاء الله وتبارك الله في هذا الانطلاق وهذا التواصل وهذا الاندفاع. المركز الثاني ذابت لغزيل للمركز الثاني في هذا الاندفاع. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، 7 دقائق 42 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية أيضا. تهانينا والناموس مع هذا الأداء، والمركز الثالث كانت قناعة، تهنئتنا والناموس. قناعة تهنئتنا والناموس لجن العاصفة، تهنئتنا أيضا لحمد بن راشد بن غدير، 7 دقائق 42 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية ما شاء الله تبارك الله.